أخبار ثالثة من 218 نبدأها بالعناوين. جلسة مرتقبة لمجلس النواب يوم الغد للتصويت على الاتفاق السياسي. العريبي: الحكومة المؤقتة طالبت بتدخل دولي لردع تنظيم داعش. الحبري يؤكد وصول الفوائض المالية غير المستغلة إلى 43 مليار. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات يوم الغد للتصويت على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وتضمينه بالإعلان الدستوري والنظر في منح الثقة للحكومة التوافقية التي أعلن عنها فايز السراج. وقال عضو مجلس النواب فهمي التواتي مساء السبت إن هناك العديد من أعضاء مجلس النواب يرون ضرورة تعديل التشكيلة الحكومية التي أعلنها المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن النواب يرون أن الحكومة لا يمكن أن تمر بهذا الشكل جراء تجزئة العديد من الوزارات ومنها الخارجية والمواصلات والتعليم. التقى مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني عمر الأسود الذي علق عضويته بالمجلس في وقت سابق. كوبلر قال على صفحته الشخصية على موقع تويتر إن لقاءه بالأسود كان جيدا من أجل فهم موقفه. وعلى صعيد آخر نشر مارتن كوبلر على صفحته الشخصية على تويتر أيضا صورا تظهر الدمار الكبير الذي تعرضت له مدينة حمص السورية كانت قد التقطتها طائرات الاستطلاع، وعلق عليها قائلا: الليبيون عليهم توحيد صفوفهم كي لا يصلوا لهذه النتيجة. قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إن هناك حاجة لتحرك عسكري حاسم لوقف انتشار تنظيم داعش في ليبيا. وبحسب تصريحه الذي نقلته وكالة رويترز فإن التنظيم يريد أن يستغل ليبيا لتكون منصة لتنسيق الأنشطة عبر إفريقيا، مبديا قلقه من انتشار داعش في ليبيا دون رقابة، ومضيفا بأنه لا بد أن نقوم بتحرك عسكري حاسم للتصدي لتوسع داعش، وفي الوقت ذاته نريد أن ننجز ذلك بطريقة تدعم عملية سياسية طويلة المدى. أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا جميعها تقرع طبول الحرب. فقد أفردت صحيفة الشرق الأوسط حيزا تناقلته وسائل إعلام أخرى أوردت فيه وصول فرق عسكرية أمريكية وبريطانية وروسية إلى الأراضي الليبية، مع توقع وصول قوات فرنسية أيضا للغرض نفسه. لكن عدد الأفراد لهذه القوات كما تقول التقارير لم يتعدى عشرات الجنود والضباط، أولئك الذين وصلوا إلى قاعدة جمال عبد الناصر العسكرية جنوب طبرق، فيما هبطت مجموعة أمريكية صغيرة في غرب طرابلس. إلا أن شهود عيان أفادوا بأن الجنود الذين وصلوا طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة بلغ نحو 500 عنصر، ولعل تحجيم العدد يتناغم مع مستهدفات معلنة لخصتها وزارة الدفاع الأمريكية عبر المتحدثة باسم البنتاغون الكولونيل ميشيل بالدانزا، التي ذكرت في لقاءة صحفية: لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء التهديد المتزايد من الطرفين الذين يمارسون العنف ومن المجموعات المنحازة لداعش. وأضافت بأن أفضل طريقة لمواجهة الإرهابيين الذين ينشطون في ليبيا هي مواصلة مساعدة الليبيين على بناء الإجماع الوطني الذي يحتاجونه لقتال هذه المجموعات، مؤكدة بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأن توفر للحكومة الموحدة الدعم السياسي الكامل والمساعدة التقنية والاقتصادية والأمنية اللازمين لمكافحة الإرهاب. بين محاربة الإرهاب المتلخص في جانب كبير من داعش وبين احتمالية اللجوء للقوة لدعم وتفعيل حكومة الوفاق، تبقى المستهدفات والأولويات مبهمة، لكن لا يمكن تجاهل ما كشفته مصادر دبلوماسية عن اتفاق مصري إيطالي لتطوير التعاون الاستخباراتي بين البلدين فيما يتعلق بليبيا تحديدا، باعتبار أن مصر هي الجارة الأقوى أمنيا ومخابراتيا وعسكريا لليبيا.
صحيفة التلغراف البريطانية توقفت عندما وصفته بالعوائق الداخلية لهذا التدخل، وأوردت على لسان نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق في تصريح نقل عنه بأن الحكومة الجديدة قد لا تحتاج إلى 1000 جندي بريطاني على أرضها، لأن هذا الأمر شديد الحساسية بالنسبة إلى الليبيين، مشيرا إلى أن المساعدات التقنية واللوجستية مرحب بها، لكن يفضل أن تتحمل السلطات الليبية مسؤولياتها. مؤسسة ستراتفور تحدثت في تقرير لها عن أسباب القلق الأوروبي الذي يعود إلى قرب موقع ليبيا الجغرافي، وبالتالي يعتري كثير من الدول الخوف من أن تتحول ليبيا إلى نقطة انطلاق لهجمات إرهابية أو تدفق لمزيد من اللاجئين أو توسع عدم الاستقرار في البلاد ليطال دول الجوار مثل الجزائر وتونس ومصر. حذر خبراء إرهاب إسرائيليون من تجاهل الغرب لتهديد داعش في ليبيا باعتباره المكان الوحيد خارج العراق وسوريا الذي يسيطر فيه داعش على أراض. وذكر الخبراء من أنه لا توجد للولايات المتحدة وأوروبا استراتيجية هناك على الرغم من محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا. يتجاهل الغرب انتشار التنظيم الإرهابي في ليبيا. روفين إرليغ ضابط كبير سابق في الاستخبارات العسكرية ويشغل حاليا منصب رئيس مركز عميت للمعلومات الاستخباراتية، يقول إن ليبيا هي الدولة الوحيدة إلى جانب سوريا والعراق التي يسيطر فيها تنظيم داعش على مساحة واسعة من الأراضي، ويسيطر على بنى تحتية حكومية بما في ذلك محطة توليد كهرباء وموانئ اقتصادية. ويضيف: نعتقد أن داعش في ليبيا يشكل خطرا كبير، وهناك حاجة للتعامل مع بجدية كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة. سمحت الجمعية العمومية للأمم المتحدة لليبيا رفقة 4 دول تشهد صراعات داخلية أو معدلات فقر شديدة بحق التصويت رغم تخلفها على سداد مساهمتها السنوية للمنظمة الأممية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد صرح بأن 15 دولة ستفقد حقها في التصويت بالجمعية العمومية للأمم المتحدة بسبب عدم سداد مساهمتها السنوية للمنظمة الأممية. وأشار خطاب الأمين العام إلى أن الجمعية العمومية يمكنها السماح لدول أعضاء بالتصويت إذا اقتنعت أن التخلف عن السداد بسبب ظروف خارجة عن سيطرتها. استقبل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي عبد القادر مساهل سفير المغرب بالجزائر، وأوضح له التدفق غير العادي لرعايا مغربيين يتجهون إلى ليبيا عبر الجزائر. وفي بيان للخارجية أفاد أنه تم إطلاع السفير المغربي على مسألة التدفق المكثف وغير العادي لرعايا مغربيين قادمين من الدار البيضاء باتجاه ليبيا عبر الجزائر، وهو ما لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضح مساهل أن السياق الأمني الراهن بالغ الحساسية يستدعي التحلي بيقظة كبيرة، كما يستدعي تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة على غرار ذلك القائم بين الجزائر وتونس، لا سيما في مجال ترحيل رعاياهما. استهدفت طائرات سلاح الجو الليبي أمس السبت تجمعات لعناصر تنظيم داعش في منطقة بن جواد وسط الساحل الليبي. ناصر الحاسي الناطق باسم سلاح الجو أوضح أن طائرة الميج 21 استهدفت 15 آلية لعناصر داعش بالقرب من شركة النهر في المنطقة، ذاكرا أن الآليات تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة. يذكر أن تنظيم داعش يسيطر على مدينة سرت وضواحيها، وشن خلال الأيام الماضية هجمتين على الهلال النفطي، الأولى في بداية شهر يناير والأخرى منذ أيام. يعاني سلاح الجو من قلة الإمكانيات رغم شراسة الحرب التي يخوضها على الإرهاب، وهي مهمة شبه مستحيلة في ظل الفوضى التي تمر بها البلاد. مع قلة الإمكانيات التي يعاني منها سلاح الجو الليبي وشراسة الحرب على الإرهاب، لا يهدأ سلاح الجو في قصفه لأوكار التطرف. يجهزون بأيديهم القذائف للطائرات وكأنهم في مهمة عادية وليست مستحيلة في ظل الفوضى التي تشهدها البلاد والانقسام الذي أدى إلى استمرار الحرب على الإرهاب.
رغم الضربات التي لا تصيب أهدافهم ورغم ما تعيشه القواعد الجوية في ليبيا من صراع على السيطرة والتحكم فيها، لا يلتفت نسور الجو إلا للعدو المشترك، والذي يرى في سلاح الجو كابوسا لا يمكنه أن يبرح مكانه. لا تنتهي قصة سلاح الجو عند هذا الحد، فالمعارك على الأرض ما تزال تنتظر تحرير المدن قبل أن تصدر البيانات. قال حاتم العريبي المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة إن السلطات الليبية طالبت بتدخل دولي لردع تنظيم داعش، مضيفا بأن الطلب كان محدد وهو توفير غطاء جوي لقوات الجيش التي تناضل في منطقة الهلال النفطي بإمكانياتها البسيطة ضد تنظيم داعش على حد تعبيره. وأوضح العريبي قائلا: طلبنا التدخل من المجتمع الدولي بناء على تنسيق بيننا وبين قوات دولية، وأوضحنا فيه المناطق المستهدفة بالغطاء الجوي الدولي، ولن يقتصر الأمر على منطقة الهلال النفطي فقط. عقد بمدينة المرج اجتماع ضم القادة العامة أو القيادة العامة للجيش الليبي برئاسة الفريق الركن خليفة حفتر ولواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني. اللقاء تضمن دراسة الأوضاع العسكرية والسياسية الراهنة، إضافة إلى دراسة الوصول لصيغة حوار سياسي يرتضيه جميع الليبيين. من جانبه قال حفتر إن الجيش الليبي لن يتدخل في السياسة، لكنه لن ينتظر حتى تحضر عنه الأسلحة ويقف متفرجا أمام الإرهابيين الذين عاثوا في الأرض فساد، مؤكدا أن المادة 8 من الاتفاق السياسي تقف حجر عثرة أمام تسليح الجيش. قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضة علي الحبري إن المصرف يتجه إلى دعم المشاريع الفاعلة في الدولة بالنظر إلى وصول الفوائد المالية غير المستغلة في القطاع المصرفي إلى 43 مليار دينار. الحبري شدد على أن الدعم سيكون للمشاريع التي تهم المواطنين لا سيما النازحين منهم في ظل الأزمة الحالية، مؤكدا أنه تم تخصيص 1.5 مليار دينار للمشاريع الحيوية في بنغازي وليبيا عامة. وكان الحبري قد أكد بأن شبح إفلاس الدولة الليبية بعيد، مبينا أن احتياطي ليبيا من العملات الصعبة والمودعة في أكثر من 30 دولة في العالم يصل إلى 87 مليار دولار. طبعا عندما نقول 1.5 مليار طبعا مقصود به 1.5 مليار ليس اسكان النازحين فقط، ولكن هذه طبعا لنا مشكله عاجله جدا، لان نحن قسمنا الحقيقه الرؤيه الاستثماريه او الرؤيه الاقتصاديه المستقبليه في اطار الاعمار الى مشروعات عاجله وهي مثل اسكان النازحين وجامعه بنغازي على سبيل المثال في مدينه بنغازي، ثم اعاده الاعمار على مستوى المناطق المتضرره في كل ليبيا، ثم التنميه الاقتصاديه. فهذه المراحل الثلاثة الحقيقة تحتاج إلى مجهود كبير ولتوفير أموال، سواء كان من المخصصات اللي هي متراكمة كأرصدة دفترية كفائض سيولة، أو الاتجاه اللي هو الاستثمار الأجنبي ثم الاتجاه إلى الاقتراب من المصادر الدولية. فكل هذه الأمور يجب أن يقضى على هذا الاقتصاد الحالي في الوقت الحالي، لأن الحقيقة أسعار النفط الحقيقة لا تبشر بخير، ولابد أن نعمل بكل قوة على إعادة النظر في الاقتصاد الليبي بشكل عام وإعادة هيكلته والاعتماد الحقيقي على القطاع الخاص وعلى المصادر التمويل المتاحة في القطاع المصرفي الليبي، والتي هي فائض سيولة دفترية حقيقة متراكمة ولا تتحرك ولا تحقق أي عوائد، فلا بد من استغلال هذه الفوائد بشكل علمي ومنظم لخدمة التنمية في بلادنا إن شاء الله. المصرف المركزي سيتعاون مع 4 جهات اللي هي المسؤولة عن سياسات الاقتصادية في الدولة، اللي عندنا في السياسة المالية من خلال وزارة المالية، والسياسة التجارية من خلال وزارة الاقتصاد، وسياسة الاستخدام من خلال وزارة القوى العاملة والخدمة المدنية، والسياسة النقدية من خلال المصرف المركزي. تكامل هذه الجهات الأربعة في إطار السياسة العامة للدولة سيخلق اللي هي الخطط البديلة وأيضا الإصلاحات اللي هي الضرورية المطلوبة بشكل عاجل والمطلوبة بشكل دوري والمطلوبة بشكل طويل الأجل. فعندما تكلم المصرف المركزي سيكون دوره تخطيطي في المقام الأول، ودوره أيضا محفز اقتصادي، ولكن في إطار السياسة العامة للدولة وبالاتفاق مع كافة اللي هي المؤسسات ذات العلاقة بالتنمية وعلى رأسها وزارة التخطيط.
طبعا الاقتصاد زي ما قلنا، نحن عندما نتكلم عن شبح الافلاس الحقيقه الان انت كما تعلم كافه الدول المصدره النفط تتعرض الحقيقه لازمه اقتصاديه خانقه. يعني على سبيل المثال لو اخذنا دول الخليج الان، كل دول الخليج بدون استثناء قد اتخذت كثير من المعايير الجديده لاعاده هيكله اقتصادها، وليبيا لابد ان تسعى بسرعه الحقيقه. لاحظنا ان الحكومه سواء في الشرق او في الغرب لم تتخذ اي خطوات في هذا الاتجاه، وهذا يعتبر عيب جوهري الان نتيجه الاختلاف السياسي الموجود. وبالتالي حكومه الوفاق ان شاء الله نتمنى لها التوفيق، وهذه يفترض ان هذه من اولى خطواتها الجوهريه هو اعاده النظر في الامور العاجله التي تتطلب اصلاح هيكل في الاقتصاد الليبي، ومن ضمنها هي ميزانيه النقد الاجنبي بحيث يتم التركز على العمليات العاجله والمستعجله التي تتطلبها الدوله الليبيه، وايضا اعاده النظر في سعر صرف الدينار الليبي حتى يمكن مواجهة احتياجات الشعب الليبي، وأيضا التخفيض من السوق الموازية في آن واحد. طبعا كل هذه الأمور فيما يتعلق بشبح الإفلاس نحن ننظر خلال سنتين أو ثلاثة لن يكون هناك أي ضرر اقتصادي، ولكن إذا لم تتحسن اللي هي ظروف الاقتصاد بشكل عام وتتم اتخاذ اللي هي معايير إصلاحية متكاملة، فلن يتم الحقيقة للأسف أن نحن نستنفذ كل إمكانياتنا، ولكن لا زال المخزون النفطي كما تعلمون والمخزون الغازي في ليبيا يصل الى ما يقارب 2 تريليون، وهذا طبعا يمكن استخدامها كوسائل تمويل خارجيه سواء من خلال الاقتراض او من خلال الاستثمار الاجنبي، ده توفر الاستقرار الامني اللي هو اللازم لعمليه التغيير والهيكله الاقتصاديه. تمكنت فرق الإطفاء من القضاء على النيران المشتعلة منذ الخميس في خزانات النفط التابعة لشركة الهروج والتي أصيبت جراء استهداف تنظيم داعش لها. وقال مسؤول أمني في راس لانوف بمنطقة الهلال النفطي إن الخزانات التي طالتها النيران عددها 4، وإجمالي ما تحتويه يقدر بنحو 2 مليون برميل من النفط الخام، مضيفا أن أحد الخزانات قد ينهار بالكامل في أي لحظة.
عقد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا هذه الأيام جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية أوغندا يوري موسيفيني. الغويل أطلع الرئيس الأوغندي على الأوضاع في ليبيا ومجريات الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية دور الاتحاد الأفريقي في إعادة الأمن والسلام إلى ليبيا ورعاية ودعم الاتحاد للحوار الليبي. بدوره قال موسيفيني بأنه يتبنى ويدعم الحوار السياسي الليبي، وأضاف بأنه قد قام بتنسيق مسبق مع بعض قادة الدول الإفريقية لدعم الحوار في القمة الإفريقية التي ستعقد في أديس أبابا في نهاية الشهر الحالي يناير 2016. النشرة متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. الجمارك السويسرية تضبط 3 تماثيل ليبية مهربة من قورينا. جلسة مرتقبة لمجلس النواب يوم الغد للتصويت على الاتفاق السياسي. العربي، الحكومة المؤقتة طالبت بتدخل دولي لردع تنظيم داعش. الحبري يؤكد وصول الفوائض المالية غير المستغلة إلى 43 مليار. أهلا بكم إلى التفاصيل. ضبطت وحدة الجمارك السويسرية 3 تماثيل رخامية في بيرن بسويسرا، وذلك للاشتباه بأنها قادمة من ليبيا من خلال ما عرض بالبطاقة الحمراء التي أصدرها مؤخرا المجلس الدولي للمتاحف والخاصة بالأثار الليبية المهددة بخطر السرقة والاتجار، والتي احتوت على صور لهذا النوع من التماثيل. مراقب أثار شحات أكد أن هذه التماثيل والمنحوتات الجنائزية التي اشتهرت بها مدينة قورين شحات وشاع استعمالها على غيرها من أقاليم العالم القديم ليست من مفقودات مخازن ومتاحف المراقبة، وإنما هي نتاج الحفر والنبش العشوائي الذي تتعرض له المنطقة من قبل بائعي التاريخ. باشر نادي الحوار والمناظرة بمدينة مصراتة التحضير لإقامة مشروع ليكون صوتنا مسموعا، الذي أطلقه في 24 من ديسمبر الماضي، متضمنا عدة ملتقيات بين الشباب الليبي على مستوى البلاد. رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى محمد بوسنينة قال لـ 218 إن فكرة المشروع تدور حول الحوار والمناظرة وتبادل وجهات النظر بين الشباب الليبي كافة، وسيكون الملتقى الأول في مدينة مصراتة في الفترة ما بين 20 وحتى 26 من فبراير القادم، بحضور عدد من الشباب بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم ومدنهم وثقافاتهم، وستستمر لستة أيام. أما الملتقى الثاني فسيكون في مدينة شحات في مارس القادم. أقيم بقاعة المعلمين بطرابلس حفل اختتام فعاليات مشروع حقي في المشاركة. جرى الحفل برعاية المنظمة الوطنية الليبية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، يهدف إلى تطوير حقوق هذه الشريحة والتعريف بها من خلال استهداف عدد من المدن الليبية. هذا المشروع يخدم عملية تطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمعنى أن احنا عملية التوعية بهم ومناصرتهم في مناطق مختلفة في ليبيا. طبعا هذا المشروع كان يستهدف حوالي 15 منطقة، لكن نظرا للظروف اللي كانت تمر بها المنطقة، اللي هي طبعا المناطق اللي تمر بها هنا، اضطرينا ان احنا نقلصوه لسبع مناطق. وطبعا هو مشروع يستهدف عملية تطوير زي ما تكلمنا حول مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وعيهم الانتخابي. المشروع طبعا احنا اشتغلنا عليه خلال فترة 4 أشهر، انطلق في بداية شهر 10
2015، والحمد لله توجناه بالمنطقة هذا في عملية تشبيك ما بين المؤسسات اللي شاركت فيه والبلديات اللي كانت مشاركة فيه والشخصيات والإعلاميين والناس اللي كانوا شاركوا فيه. تتفاقم أزمة النازحين داخل مدنهم، سيما نازحو المدارس بمدينة بنغازي. قناة 218 زارت بعض المدارس بالمدينة وعادت بهذا التقرير. مأساة تكرر قصصها اليومية بعنوان واحد، مهجرين في بلدهم. الناس معوا في الضرب وناس معوا في الحرب وناس معوا في كل حاجة، لكن يلا غالب شنو بنديرو، شنو اللي نديروها؟ نحن صابرين على ما عطانا ربي. شنو نتمنى؟ نتمنى ان نرجعوا لحشينا ونتريحوا ويتريح البلاد والعباد وعوائلتنا ينتصروا. عجوز ليبية نازحة، مشهد لا يمكن للواقع الليبي إلا الاعتراف به. في زحمة السياسة والحكومات التي لا تعرف وجعها، مهجرون يطمحون العودة إلى مدنهم وبيوتهم، قائلين للجميع: نحن مثلكم ليبيون. لم تكن تورغا غائبة في مدارس بنغازي، ولا أهل المدينة أنفسهم الذين نزحوا من ويلات الحرب والصراع الذي لم ينتهي منذ بداية الثورة. تولي 6 سنين من مكان لمكان، ويعني الحمد لله شو منديروا يا ربي. إن شاء الله أهم حاجة نبي نردوا لبلادنا يعني، لكن حق أهم حاجة نبيك حصل ردوا لبلادنا يعني. في النهاية نكذبش عليكم يعني، مرتاحة وكل شيء موفرنا، لكن تحس روحك غريب غريب. هذا جزء من القصص الأخرى تحكي لأطفال عن نوافذ يتسلل إليها البرد لحظة مشاهدتهم لفقرة الأطفال قرب مدفأة صغيرة في مكان يقال إنها مدرسة للتعليم، لا بيوت مؤقتة أو دائمة إن استمرت الحرب ولم تأتي الحكومات. كان التسكين عندنا هنا من 28 واحد، جتني قائمة من التعليم فيها عدد من النازحين، كانت 25 عائلة. الوقت الحالي من ما بين تورغة ونازحين تورغة ونازحين بنغازي، لكن الوقت الحالي تو عندي 22 عائلة، منهم 10 عائلات من تورغة. مهجرون في بلدهم يطمحون لواقع أفضل ويحلمون بأن تنتهي الحرب قبل أن يكبر أطفالهم ويسألون: هل نحن من ليبيا؟ انطلق في كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس مشروع الصحفي المتكامل لطلاب الجامعات الليبية الخاص بطلبة كليات وأقسام الإعلام بليبيا بالتعاون مع معهد صحافة الحرب والسلم، والذي يستمر لمدة شهر. يستهدف المشروع 15 طالبا وطالبة من 7 جامعات، وذلك لتغطية جزء كبير من التدريب العملي متضمنا تطبيقات في الصحافة والتحرير الصحفي والصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة لأمن البيانات والتصفح الآمن والمراسل التلفزيوني، كذلك مجالات التصميم الجرافيكي والتصوير الصحفي والتلفزيوني والمونتاج الإذاعي والتلفزيوني. فكرة الدورة بشكل عام تتحدث عن الصحفي الشامل، كيف تكون صحفي شامل، كيف تتعامل مع الفنون الإعلامية من إنتاج، من مونتاج عفوا، من تحرير إخباري، من تصوير، لما يتماشى مع طبيعة هذه المرحلة. أتوقع أن احنا حنستفيدوا من هذه الدورة، وأول شيء خبرة، وثاني شيء نحن نتواصل مع طلبة من جامعات ليبية، وهذه بادرة كويسة من قسم الإعلام بجامعة طرابلس. الدورة هذه مميزة، فيها خيرة أعضاء تدريس بجامعة طرابلس ومختلف الجامعات الأخرى، ونتمنى بإذن الله التوفيق لأبنائنا في الدفع وفي الدماء الجديدة هذه في مجال الإعلام. أول مرة في تاريخ ليبيا أن يلتقي طلبة من 7 جامعات للتدريب، وفي الحقيقة يعني بكل صراحة بدون غضاضة واستحياء نقولها أن هناك أيضا بعد اجتماعي وبعد سياسي معز عنه الآخرين، وحده طلبة أقسام الإعلام وطلبة المدن الأخرى في ليبيا، والحمد لله رب العالمين اليوم نلتقي في هذا الجمع. نظم بمسرح الكشاف مهرجان طرابلس الدولي للطفل اليتيم في دورته 3، والذي حمل شعار: تقتلني الحروب وأحيي السلام.
المهرجان جاء برعاية الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون وبمشاركة الجالية السورية بطرابلس ودار رعاية الطفل وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بطرابلس. بحضنا مهرجان اليوم في هذا اليوم المميز، بس فعلا ماحة جمال الدين وقفونا وقفة صامتة فعلا بهذا العرض اللي قدموه. طبعا اليوم احنا موجودين في مسرح الكشاف لتنظيم مهرجان طرابلس الدولي للطفل اليتيم الذي تنظمه رابطة الجالية السورية. طبعا الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون هي الراعي الوحيد لهذا المهرجان. طبعا نتمنى ان تكون في مثل هذه المهرجانات والاستعدادات للطفل اليتيم والاهتمام به في شتى المجالات. طبعا احنا عندنا الطفل اليتيم في يعتبر في ليبيا مهمش، لا يتلقى اي اهتمام من اي جهه من الدوله، ونتمنى من خلال قناتكم الموقره ان يصل صوتنا الى المسؤولين للاهتمام بهذه الفئه. وشكرا سمعي. اليوم الحمد لله والتوفيق من الله انني كلفوني سريف سفير السلام في ليبيا. المهرجان هذا اليوم الدورة الثالثة لمهرجان طرابلس دولة الطفل اليتيم. اخترنا طبعا شعار اللي وراي هذا اللي هو جوس ماركس اللي هو حوالي 1000 سنة، واخترنا المكان اللي هو مسرح الكشاف اللي هو 100 سنة حوالي لهذا المكان. وطبعا المهرجان كان كله برعاية إدارة السينما والمسرح، نشكر الأستاذ محمد بيوض اللي هو بصراحة أعطانا كل الإمكانيات، وحضور مؤسسات المجتمع المدني، المجلس المحلي طرابلس، الأزمة في طرابلس، وزادي حقوق الإنسان. نشكر كل من حضر اليوم معنا، وزير الشؤون الاجتماعية نفس الشيء، وزارة الداخلية بعته وكيل. الحمد لله الأمور كويسة، ودار رعاية بوريد أطفال من كامبو تورغا من نازحين بنغازي. الحمد لله كان مهرجان، يعني احنا كنا مستعد فيه 750 طفل، اليوم اللي حاضرين حوالي 1500 طفل من كل شرائح المجتمع، حتى من بنغازي موجودين. ونتمنى السلام والأمن والأمان لليبيا. أطفال الشرشاري قضية إنسانية ما تزال تنتظر. ما تزال قضية أطفال الشرشار على حالها، في سابقة إن دلت فإنها تدل على الواقع الذي وصلت إليه ليبيا بعد الحرب ولم تنطفئ نارها إلى اليوم. عصابة مكونة من 6 أفراد مسلحين مع 4 سيارات معتمة الزجاج قاموا بخطف أطفال الشرشار أمام جزيرة العيادة المجمعة بمدينة صرمان، حينها قامت بقفل الطريق ولاذت بالفرار. لا تنتهي قصة الأطفال المخطوفين هنا، فوالدهم الذي ناشد الجهات المختصة وحاول أن يعود أبنائه عن طريق الجهات الأمنية، محاولا رغم ما تعيشه المنطقة الغربية من غياب للأمن وانتشار للفوضى كحال كل ليبيا. اختطاف الأطفال لا يعد سابقة في ليبيا ما بعد الثورة، فكل شيء أصبح مباحا في حضور السلاح المنتشر وغياب الوعي والمسؤولية بأن أطفال ليبيا خط أحمر وهم من سيكتبون مستقبل هذا البلد.
يرى بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن ما حدث لأطفال الشرشاري قد يحدث لأي طفل في ليبيا إن التزم الجميع الصمت ولم يتحرك. تمكن مركز عمليات خفر السواحل الإيطالي من إنقاذ أكثر من 968 مهاجرا غير شرعي أبحروا من ليبيا على متن 8 مراكب مطاطية في طريقهم إلى أوروبا. عمليات الإنقاذ ساهمت فيها سفن إيطالية وأجنبية في عمليتي تريتون وصوفيا للإغاثة ومكافحة المهربين في المتوسط. ومنذ يناير 2015 وصل حوالي 1,000,000 مهاجر إلى أوروبا، معظمهم عبر مياه المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، ما يعد أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية بحسب ما أعلنت في أواخر ديسمبر منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة. ولقي أكثر من 3,690 مهاجرا مصرعهم أو اعتبروا في عداد المفقودين في البحر في عام 2015 وفق أرقام منظمة الهجرة. تتكاثف الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتدفقة من الساحل الليبي وارتباطها بتنامي الإرهاب والتخوف الغربي من تسللهم إلى أوروبا. التقرير التالي والتفاصيل. لا زالت الهجرة غير الشرعية القادمة من أفريقيا والمتوجهة إلى أوروبا تؤرق الغرب، خصوصا الدول الواقعة على البحر المتوسط. فرغم كل التجهيزات الأمنية إلا أنها لازالت تتدفق عبر قوارب الموت المتجهة إلى المجهول، لا سيما القادمة من ليبيا، خصوصا بعد تنامي ظاهرة الإرهاب في ليبيا وسيطرة تنظيم داعش على مدن بأكملها وأبرزها مدينة سرت التي تقع على الساحل الليبي، والتخوف من تسلل مقاتليه إلى أوروبا للقيام بعمليات إرهابية والتي طالما هدد بها تنظيم داعش، خصوصا في الآونة الأخيرة باجتياح أوروبا. كل هذه التهديدات جعلت أنظار القوى الغربية تتجه إلى ليبيا من أجل العمل على توقف زحف الهجرة الغير الشرعية من خلال التلويح بتدخل عسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف، بعدما انعدمت العملية الأمنية في ليبيا وما تشهده البلاد من توتر سياسي وعسكري. افتتح بإقاعة الضمان الاجتماعي بمدينة سبها الموسم الثقافي لكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الأسمرية، حيث أقيمت جلسة حوارية ضمت عددا من المختصين والمهتمين بالشأن الثقافي في المدينة. وناقشت الجلسة موضوع الحرابة داخل المجتمع الليبي، وتم تناولها من ناحية شرعية واجتماعية وأيضا قانونية، بالنظر إلى عدم وجود إحصائيات وأرقام يمكن من خلالها وضع حلول مناسبة من قبل المؤسسات الضبطية والقانونية. أجمع أغلب الحضور أنه من أجل مكافحة الظاهرة لا بد من إجراء الدراسات عليها وتشخيصها. كثير من الناس يعزف حتى عن التبليغ عن هذه الحالات، فكثير من الناس اللي تعرضوا للحرابة لم يتوجهوا للجهات الضبطية لإثبات هذه الحالات. فالدراسة العلمية الدقيقة هي اللي تعطي الحلول الحقيقية، لكن من حيث المبدأ طرحت عدد من الأفكار، منها ضبط النفس، منها محاولة احتواء الآخر، من يعني أشياء كثيرة طرحها الأخوة المحاضرين وكانت جيدة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. قمة الطائرة المصراتية تنتهي لصالح السويحلي. جلسة مرتقبة لمجلس النواب يوم الغد للتصويت على الاتفاق السياسي. عربي: الحكومة المؤقتة طالبت بتدخل دولي لردع تنظيم داعش. الحبري يؤكد وصول الفوائض المالية غير المستغلة إلى 43 مليار. مجددا أهلا بكم مشاهدينا.
أقامت جمعية دروب العمل والإيمان ورشة عمل مصغرة لعدد من تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي لتوضيح كيفية قضاء عطلة نصف العام الدراسي ومعرفة كيف يستغل وقت الفراغ بشكل يعود بالفائدة عليهم كأطفال. وقال موسى ميلاد عضو الجمعية إن أنشطة الجمعية استهدفت التلاميذ في الصف الأول حتى السادس الابتدائي، مضيفا أن الأنشطة توزعت بين مقر الجمعية ومدرسة خديجة الكبرى بحي جديد. ومن ضمن النشاطات هذه اليوم فتحت حين دورة للمجموعة هذه بورشة مصغرة، ورشة عمل مصغرة، يعني نوضح لهم طريقة ورشة العمل للناس الكبيرة اللي هي طبعا تكون عندها مؤهلات عليا وحزيادة تدير في ورشة عمل. فإحنا أيضا صغرنا البرنامج هذا ورشة عمل صغيرة للأطفال هذه، نوروهم برنامج الوقت، كيف استغلال الوقت بالأخص للفترة هذه. طبعا عندنا عطلة نصف السنة، حاولنا أن نركز على العطلة نصف السنة ونوريهم يعني أو كيف يستغلوا الوقت في هذه الفترة هذه بالذات. ما نقعد نستهتر بالوقت ونستغله في حاجات يعني كويسة. قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن ما حدث بمدينة القصرين وباقي المحافظات التونسية جاء من خلال رغبة الشباب في البحث عن فرص عمل في ظل البطالة المتوطنة في البلاد، ذاكرا أن هذا هو ما جعلهم مستقطبين من القوى الخارجية من داعش وغيرها، مضيفا بأن التونسيين قاموا بثورة الحرية والكرامة، ولا كرامة دون عمل، لكن بعد انطلاق المسيرات دخلت الأيادي الخبيثة وهيجت الأوضاع، وهم معروفون للجميع وكذلك انتماءاتهم الحزبية، موضحا أن تونس مستهدفة في أمنها واستقرارها، كما تحدث أن تونس عدوها ليس بهين، والسلطات المكلفة أدت واجبها دون إطلاق رصاصة واحدة، ونحن نثق بقدرة الأمن والجيش على ضبط الأوضاع، لافتا إلى ضرورة تطبيق قانون الطوارئ بكل مرونة وكل جد، بالإضافة لتطبيق حظر التجوال الليلي. اشتدت أمس السبت حدة عاصفة ثلجية أصابت معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة بالشلل، وأدت لتوقف الحركة في العاصمة واشنطن، وأجبرت السلطات على إغلاق طرق وجسور وأنفاق مؤدية إلى نيويورك حتى صباح اليوم الأحد، ولقي 19 شخصا على الأقل حتفهم في حوادث مرتبطة بالعاصفة في عدة ولايات. وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن العاصفة تسببت في تساقط ثاني أكبر كمية من الثلج في تاريخ نيويورك، وإذ وصل سمك الثلوج إلى 68 سنتيمتر بحلول الليل. وافقت شركة جوجل على دفع 130 مليون جنيه استرليني من متأخراتها الضريبية إثر توصلها إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية. يقوم الاتفاق على أن تدفع الشركة العالمية ضرائب ترتبت عليها منذ أكثر من 10 سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة غارديان البريطانية. ويقدر الأستاذ في جامعة إيسكس البريطانية تهرب جوجل من دفع 1.6 مليار جنيه استرليني خلال العقد الأخير، بالرغم من تحقيقها أرباحا مهمة، ولم تدفع جوجل سوى 200 مليون جنيه استرليني من الضرائب للحكومة البريطانية خلال الأعوام العشرة الأخيرة، فيما وصلت أرباحها بالبلاد إلى 7.2 مليار جنيه استرليني، وهو ما أثار انتقادات واسعة من خبراء الضرائب. أشارت دراسة أمريكية إلى احتمالات أكبر من المتوسط لإصابة الرضع والأطفال الذين يكتسبون زيادة سريعة في الوزن بارتفاع ضغط الدم في مرحلة الطفولة. وقال الباحثون إن الفرق أو الفروق الصغيرة نسبيا في ضغط الدم المرتبطة بالزيادة السريعة في الوزن لدى الصغار ربما تتعلق بزيادة مخاطر صحية أخرى في مرحلة الشباب، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر في الدم،
وتابع الباحثون التغيرات في الوزن والطول لدى 957 طفلا حتى سن الرابعة، ووجدوا أن الأطفال الذين يكتسبون وزنا زائدا بالنسبة لطولهم وكما يتضح من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديهم تزداد مخاطر إصابتهم بضغط الدم المرتفع مقارنة بأقرانهم في سن السادسة إلى العاشرة. الآن ننتقل بكم مشاهدين إلى الأخبار الرياضية مع إبراهيم الحوتي. وهذه مشاهدين عودة لأبرز العناوين.